السلام عليكم ورحمة الله. متتبعين شهوات شريفة، مرحبا بكم اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى ان شاء الله تلقاكم في احسن الاحوال وفي اطيب الاوقات. وصفتنا اليوم ان شاء الله بحول الله واحد البسبوسة ديال تجيب الشوكولا، تجي زوينة بمقادير بسيطة ومتوفرة عند كل واحد، وان شاء الله غادي نزينوها بواحد صلصة الشوكولاتة اللي كتجي تاهي زوينة ورائعة. غادي ان شاء الله غادي ندوزو المقادير وطريقة التحضير. عندنا بحول الله هنايا كاس الى ربع ديال زيت المائدة، والعبار هاد الكاس نفسه العبار الكاس العنبة المعروف، الكاس المعلوم الشهير. هاد الكاس هذا نفسه العبار الكاس العنبة اللي متوفرش عنده هاد الكيسان هكا، راه نفسهم القياس ديالو هو نفس قياس الكاس العنبة. كيف قلنا كاس معمر ديال زيت المائدة، كاس السنيدة سكر خشن، عندنا ثلاثه البيضات بدرجه حراره المطبخ، عندنا هنايا واحد ياغورت طبيعي. انا درت هذا ياغورت طبيعي، تجي جربت انا بياغورت بالسكر، لقيت بان هذا الياغورت طبيعي تجي النكهه ديالو في البسبوسه اروع واحسن من الياغورت اللي بالسكر. عندنا هنايا واحد كاس حتى هو بهذا العبار، هذا الكاس يعني عبار الكاس العنبه، كاس سميده رقيقه الحلويات. وعندنا هنايا جوج خمارات وفاني وحده، وعندنا جوج معالق ديال الكاكاو. واللي عنده الساشي، انا عندي هذا اللي سميتو هذا ديال العبار، هذا كندير من انا جوج معالق كبار. واللي عنده لي ساشي كيدير جوج ساشي ديال الكاكاو. وطبيعة الحال قبيصة الملحه، هادو هما العناصر ان شاء الله اللي عندنا. غادي نديرهم جميع في الخلاط مع بعضنا. غادي نجيبو الخلاط ديالنا، ها هو نديرو الخلاط، غادي نديرو فيه جميع هاد العناصر. غادي نقادو لاكام بيضة، كيف قلنا غادي نديرو المقادير كلهما. غادي نحيدو هاد النواشف، غادي نخليهم من بعد، ها هما هي. وغادي نحتفظو غير بالسوائل، غادي نديرو البيض هو الأول، نديرو ثلاثة البيضات كيف قلنا بدرجة حرارة المطبخ. نديرو البيض، ندير البيض، غنزيدو عليه السكر. كيف قلنا هاد الكيسان نفس القياس ديال كاس العنبة، نزيدو الزيت. هاد البسبوسة كتجي خفيفة بزاف، ماشي خفيفة، هي خفيفة مي كتوجد بسرعة بسرعة حتى لآخر لحظة وكنوجدوها. نديرو الفاني، نديرو الياغورت، نسينا القبيصة د الملحة، قبيصة د الملحة، نديرو الياغورت، نستعملو معلقة، سمحو لي على الصداع، عندي شوية صداع، الدار كاين شي أصوات كتوصلكم، تسمحوا لي. صافي هادو هما المقادير اللي عندنا، وغادي نخلطو هادشي وغادي نرجعو ان شاء الله. بعد ما طحنا جميع العناصر ديالنا، ها هما هي، صافي غادي نحيدوهم من الخلاط. غادي نحيدو هاد الخلاط حتى هو، وغادي نجيبو ان شاء الله هاد لوبول اللي غادي نخدمو فيه هاد البسبوسة ديالنا. نجيبو هاد لوبول، غادي نخويو هاد العناصر اللي طربناها كلها طحناها في الخلاط مدة 3 دقائق بحال هكاك باش يتخلط كلشي مزيان. غادي نخويو هادشي مزيان. كما البسبوسة كتجي سريعة بزاف. صافي نحيدو هاد الخلاط، دروك غادي نجيبو العناصر اللي بقات، النواشف اللي بقاو عندنا بما فيهم هاد السميده،
كاس سميده رقيقه كيف قلنا، جوج معالق كبار ديال الكاكاو. قلنا اللي ما عندوش هاد جوج معالق هكا الكاكاو دي طاي، غادي نديرو ان شاء الله يدير ساشي، جوج ساشي ما يعادل جوج ساشي ديال 7 غرام. جو بونس يمكن فيه 7 غرام، انا ما تايكونش انا ما تنخدمش بيه بزاف، تنخدم بهذا. جو بونس لما خطاش راه فيه 7 غرام في الساشي، الحساب ديال 14 غرام الا ما خطاش. هادو هما المقادير اللي عندنا ان شاء الله، غادي نديرو هنايا، غادي نبداو بالخمارات حلو. نبداو بالسميده هي الاولى ان شاء الله نغربلوها. نضرب له السميده، سمحوا لي كيخسر لي هذا الماء، نضرب له مزيان هذا السميده باش ما تكون فيها حتى شي شوائب. عاد نديرو هنايا هاد لي دو ساشي ديال الخمارات، حتى هما نغربلوهم. هذا وقف من هنايا كتخسر لي هاد اللي كتحركو، دونك غادي نكملها بحال هكا بيدي، حتى غادي ندير جوج معالق كبار ديال الكاكاو بهاد القياس هذا، حتى هما نغربلوهم مزيان. نغربلو هاد المقادير كلها هي باش تعطينا تكون المفعول ديالها اكثر، دوك الحبيبات كلهم يبقاو على برا. صافي هذا القياس اللي عندنا ديال جوج معالق كيف قلنا. هذا ما بقاش كيتحرك من هنا، كيحرك هذاك الداخل، دوك الحبيبات كلهم كينزلوا. صافي دروك انا قديتو، شي دابا ملي كتحرك هكا كتعطي دوك الحبيبات كلهم كيتحكوا ما كيبقاوش. صافي غادي نحيدو هذا الشيء خدمنا به. صافي سامية ملي كنديرو هاد الطريقة ديال نغربلو هاد النواشف هاكا كلهم نعاودهم الخمارة وداكشي كتكون المفعول ديالهم أكثر. سمحو لي غادي نشكو هادو، كتبقى دوك الحبيبات مكيدوزوش معايا. هدا وقف ليا هاد الغربال وقف، حيت عندو واحد الحديدة لداخل هي اللي كتحركو كتخلي دوك الحبيبات كيشتو، دوكا بقا هاكي بحال السامبل. صافي هادشي اللي كاين، دونك غادي بحول الله نحركو بسم الله، نبعدو شويه من الكام باش يكون مزيان واضح. كتجي زوينه هاد البسبوسه، كتجي رائعه سيغتو مع، غادي نشوفو ان شاء الله مع ديك السيرو اللي غادي نسقيوها بيه واحد صلصه الشوكولاته، تجي زوينه كتعطي واحد اللوبو زوين. هادي بسبوسة بكاس واحد السميدة رقيقة، هادي معتمدة عندي دائما تنديرها، غادي تجربوها ان شاء الله غتوليو نتوما مسانسين عليها حيت كتوجد بسرعة متعطلش بزاف، غير مع التصوير وداكشي راني تعطلت فيها. مي ملي كنكون مصورة ما والو، ميم با سان مينوت صافي كتكون طوب، كتكون في الفران. صافي كنخلطو باش دوك التكتلات كلهم ديال الطحين والخمارات ميم سي غربناهم، ولكن ضروري ها كنحكهم بالباطو ضروري باش تنسجم لينا جميع العناصر. حتى لاخر لحظه نوضوها البنات وتصيبوها بسرعه. صافي كنظن صافي غادي نجيبو هاد، غادي نجيبو هاد المول، غادي نمسحوش بحال ما مسح هادشي، غادي نجيبو هاد المول هادي اللي رشيناها درناها بالزبده، ها هي مول الدجاج. وانتوما المول اللي كل واحد والمول اللي بغى يدير ديالو، هادي الدجاج مدهونة بالزبده ورشيتها بالسميده الرقيقه، نجيبوها هي اللي غادي نخدم بها ان شاء الله.
وانتم كل واحد والمول ديالو، اللي بغى يخدم شي حاجه راه كيخدم بها. ها هي ان شاء الله نخلو فيها الخليط ديالنا هادي شويه باش تكون واضحه. نحطو هاد الشيء اللي بقى لينا، نحطو كلشي، حتى حاجة ما نضيعوها حنا هنايا، باش ما نضيعو حتى شي حاجة. علاش غنخليو شي حاجة في البول حتى المورا الكاميرا ونديروها؟ نديروها قدامنا حنا مع بعضنا هنايا، كنتعلمو من بعضنا، كل وحدة كتعلم من وحدة. لي ما نعرفهاش انا حتى انا نتعلمها من عندكم ان شاء الله في لي كومونتير، تقولوا لي علاش هنايا حنايا باش نتعلموا، ماشي غنخليو لو بول فيها النص حتى نحيدو لا كامعد نديروها. لا صافي هذا هو. هذه هي البسبوسه ديالنا، ان شاء الله ملي درناها في المول غادي ان شاء الله ندخلوها الفران. انا ما كنسخنش الفران على الكيك وعلى البسبوسه، حتى كندخلها ما كنسخنوش الفران، انا عندي ضد الضوء. غادي ندخلها على درجه حراره 180 درجه، نشعل عليها من تحت كالعاده حتى طيب من تحت، مي ابري عاد نشعلو عليها من الفوق، ونتلاقاو ان شاء الله باش نوجدو الصلصه ديالنا اللي غادي ان شاء الله نزينو بها نرافقوها مع هذه، نزينو بها البسبوسه ديالنا، وغادي نشوفو ان شاء الله من بعد غادي نتلاقاو. ها هو ملي درناها في المول، ها هي هادي، يلا نتلاقاو ان شاء الله باش نوجدو مع بعضياتنا صلصه الشوكولاتة. البنات بعد ما درنا البسبوسه ديالنا في الفران طيب، غادي نوجدو ليها دروك ان شاء الله بحول الله صوص الشوكولا ديالها، باش غادي ان شاء الله نسقيوها. عندنا هنايا في هاد صوص الشوكولا غنحتاجو كاس ديال الحليب كبير هذا، وعندنا واحد ياغورت بالشوكولا اللي ما بغاش يستغنى عليه، ماشي مشكل، المهم برينسيپ هو كاس الحليب وهاد القطع ديال الشوكولا، 20 قطعه ديال الشوكولا، يعني 20 قطعه واحدة، عندي 20 قطعة الشوكولا نقربوها، عندي 20 قطعة الشوكولا، واحد كيف قلنا ياغورت الشوكولا اللي ما بغاش بلاش، اللي بغى يستغنى عليه ماشي مشكل يحيدو، وكاس الحليب كيف قلنا اللي بغى يدير غير الحليب والشوكولا بوحديتهم كيجيو مزيانين. انا كندير مع هاد الاضافه ديال ياغورت واحد ديال الشوكولا كيف قلنا اللي ما بغاش بلاش. كنديرو في كاسرونه بحول الله، كنديرو شوكولا، عندي شوكولا كنديروها في كاسرونه، كنديرو عليها الحليب، كاس الحليب راه كافي، وكنغليهم فوق، نديرهم فوق النار حتى كيغليو، كنحيدهم من فوق النار، عاد كنزيدو الياغورت اللي بالشوكولا، ما كنديروش يطيب معاهم، كنديرو غير الحليب وهاد 20 قطعه ديال الشوكولا هما اللي تنديرهم بوحديتهم فوق النار مع التحريك. انا غادي نوريكم كيفاش من بعد ملي كنحيدو من فوق البوطه، عاد كنزيدو عليهم هاد الياغورت. احنا غادي نحطهم فوق النار وتبعوا معايا ان شاء الله. هي دابا الصلصه كيف قلت لكم اللي درنا الشوكولا والحليب، غادي نقصوا شويه البوطه باش ما تخواش لينا، كيدوب لينا داك الشوكولا وصافي. ها هي درنا فوق النار داك كاس الحليب مع ديك 20 قطعه ديال الشوكولاته، كيف قلنا الياغورت نخليه خارج برا من بعد، حتى كنحيدوها من فوق العافيه، عاد كنزيدوها مع هاد الكاسرول مع هاد الصوص، كنزيدوها في الاخر صافي. بعد ما كدوب لينا ان شاء الله هاد الشوكولا مع كاس الحليب صافي، كنحيدوها من فوق النار، وعاد نتلاقاو ان شاء الله باش نزينو بها الكيك ديالنا او البسبوسه ديالنا. بعد ما البنات كيف قلنا ذوبنا هاد الشوكولا مع الحليب، هاد الصلصه اللي غادي نسقيو بها البسبوسه ديالنا، كيف قلنا غادي نزيدو ليها في الاخر، تنحيدوها من فوق النار، غادي نزيدو ليها هاد الياغورت بالشوكولا. اسمحوا لي غندير معلقه، ما دارتش ليا هذه مزيان. اللي كيف قلنا قبيله اللي بغى ما يديرش هاد الياغورت بالشوكولا ما يديروش بلاش، يكتفي غير بالقطع ديال الشوكولا اللي كيف قلنا 20 قطعه، اللي بغى يزيد اكثر من 20 ماشي مشكل.
مشكل، المهم حددت انا القياس في 20، اللي بغى يدير اكثر من 20 ماشي مشكل. صافي كنخلطوه مع هذا الصلصه الاولى، كنخلطوا الحليب مع نخلطوا هذا الياغورت بالشوكولا مع الحليب والقطع د القطع د الشوكولا، خلطوا مزيان هذا الياغورت. غير هذا الشوكولا هذا ياغورت بالشوكولا كيعطي واحد لوكو زوين لهاد الصلصه، غير هي اصلا راهي بالحليب وهذه راه كافيه. كنخلطوا مزيان، تنجيب هاد السباتول هادي ما جاتنيش السباتول، خدم غير بهادي. خلطو مزيان صافي، بعد ما تخلط لينا هاد الياغورت مع هاد الحليب اللي مخلط مع القطع د الشوكولا، صافي غادي نخويه، غادي نخويه على البسبوسه ديالنا، غادي نخويه باش نسقيو بها. كنوزعوها على البسبوسه كلها هي، والبسبوسه راه ما خرجتها من الفران ديجا، وقطعتها دي مورسو باش كل مورسو غيبقى بوحديته بلا ما نسقيوها عاد نقطعوها. كنقطعوها في الاول ملي كنخرجوها من الفران شويه تتبرد، كانت البسبوسه بارده كنخليو هاد الصلصه سخونه، كانت صلصه سخونه كنخليو البسبوسه حتى كتبرد عاد كنديروها. ها هي كيف قلنا كتجي بحال هكا، ها هي بعد ما سقيناها شفتو كيف قلنا قطعتها، ها هي قطعت هاد القطع، قطعت القطع هكا هي مقطعه ديجا، نعاود نحددهم عاوتاني. ها هي قطعناها قطع، ها هي كتجي على هذا الشكل بحال هكا، كتجي على هذا الشكل بحال هكا تجي. بعد ما سقيناها تنزينوها بالقطع ديال القرقاه، تزين دائما على حسب الرغبه، انا غندير قطع ديال القرقاه وتزين دائما على حسب الرغبه، كل واحد تيدير اللي بغى. اللي بغى يدير لي فخوي كونفي في الاحمر، ولا اللي بغى الخضرين، ولا اللي بغى، كل واحد على حسب. انا زينت هنايا بالطريفات ديال القرقاع، زين كيف قلنا البنات دائما على حسب الرغبه ديال كل واحد. ايوا ما هي البسبوسه ديالنا، ها هي كيف قلنا، ها هي شفتوا كيفاش تجي، تجي زوينه، تجي رائعه سورتو مع هذا الصوص الشوكولا كتجي زوينه بزاف. ها هي كيشفتوا، غادي نحيد واحد الطريف باش تشوفوا، هي هي كيف تجي، شوفوا كيفاش تجي، ها هي تجي طريف هكا. كتجي زوينه، كتجي رائعه، شفتوا كيفاش تجي البنات، تجي زوينه تجي معلكه، تجي زوينه جربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله بحول الله. كتجي مع هاد الصلصه كتجي مسقيه، تجي زوينه بزاف، تجي رائعه، وسيرتو البسبوسه لو شارم ديالها منين كتبات عاد كتجي زوينه، منين كتبات هي حتى الغد لي ملي كتبرد، كنقولوا تتبات يعني تتبرد، بحال دابا انا درتها في العشيه الغد لي تصبح زوينه، واللي دارها في الصباح في العشيه عاد تجي مذاقه زوين. ها هي شوف كيفاش تجي، تجي زوينه، تجي رائعه بزاف، ها هي تجي زوينه، قلت لكم تجي تتعلك، تجي رائعه. المهم هذه هي البسبوسه ديالنا اليوم، البسبوسه بالشوكولا اللي سقيناها بالصلصه د الشوكولا، حتى هي كتجي رائعه وزوينه بزاف. هذه معتمده عندي، بغيت نشاركها معكم اليوم، درتها اليوم ان شاء الله للوليدات طلبوها مني، تنديرها دائما ماشي شحال هذا ما درتهاش. وملي طلبوني عليها قال لي ماما ديريها لينا، قلت لهم نشاركها معكم البنات. مقادير بسيطه وسهله متوفره عند كل اخت عند في كل دار. نتمنى ان شاء الله
الفيديو ديالي اليوم عجبكم والوصفه ديالي تعجبكم ان شاء الله. كالعاده الا عجبكم الفيديو ديروا بارطاج بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء وتابونوا عندي في لاشين، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى هنا ان شاء الله ننتهي الفيديو، دمتم سالمين.